لا انا كل ثلاثه بدي اعيد نفس الكليشيه بالدور، ما باخذ ولا اطباره الا بالدور. يبليك بدك انت اللي قلتي خلي لك اولادك اخر واحد بتوقف. الله يبعث لك عريس. يي تعال هات انت لشوف شو الساعة 12 هي قفلتيها؟ لك حرام عليكي، نحن بنستقبل مراجعين من الثلاثة للثلاثة، وموعد تقديم الطلبات بينتهي اليوم، يعني الثلاثة الجاية بتروح عليها هون، حرام عليكي طيب، ليه عم تفشي عقدك بالناس؟ دخيل الحنون، أنا محامي الدفاع. حبيبي بس تصير حضرتك رئيس قسم ضل الخمسة للستة تصطفي، أنا بعد الساعة 12 ما بستلم ولا أطبارة، حاطين لائحة طويلة عريضة مكتوب عليها هي المعلومة مشان ما يصير معنا هيك. لك شو يعني رئيسة قسم؟ انت شو فكرتي لحالك ها؟ شو يعني رئيسة قسم؟ ما بتنطعجي اذا اشتغلتي لك ربع ساعة مشان هالناس، ما بتنطعجي. بعيد وبكرر مشان ما يطق لك عرق، لتصير رئيس قسم حضرتك تبقى بتعمل هيك، دقيق. هلا انت ليش عم تتعبي حالك معه؟ خلص بوشك لعند المدير اشتكي عليه. وانت قلت سهيل، انا بفرجيك. لا يا رفيق الصبا لا، هيك بتخوني وبتصف معه؟ لك لا تزعل لا تزعل يا صديقي الغالي، انا دفشت لك اياها من الغرفه مشان نلحق نقوم ناخذ منهم الطلبات ونحطهم مع هدول. لك اصلي كنت لك اصلي فعلي يا شلالي هاتوه لك راقب هاتوه. شو هال؟ شو يا سعيد شو في؟ لك روحوا ما بتفهموا انتوا، روحوا انت وياها ما بنستلم ولا طلب. شو قلنا الذوق؟ شو هاد؟ 12 يعني 12. ما بتقتنع غير لما اجيب لك المدير. يعطيك العافية استاذ. لك عيني هلا كل ما طلع واحد لبرا انا شو كنت اقول؟ اللي بعده. وكنت اقولها بصوت عالي مشان اللي برا يسمع. مزبوط؟ مزبوط. سمعتني قلت شيء؟ لا بس اللي كان هون هلا طلع لبرا. وإذا كان لك عيني طالما أنا ما قلت يلي بعده ما لازم تقول. هلا بطلع لبرا وبستنى لتقول يلي بعده فوت تختم لي إياها. إيه ما راح أقولها. وبتاخذ المعاملة وبترجع يوم الثلاثة لأنه الدوام بينتهي الساعة 12 وهلا صارت الساعة 12، افرقني بريحة طيبة وما راح أقول لك يلي بعده. هي قلتها اختم لي إياها. لا ما راح أختم لك إياها. شو رأيك؟ لك حبيبي يا عيني كل اللي برا اصلا منتظرين مشان هذا الختم، بقى ما راح اختم لك اياها. لا خلي لك هالشيبه. ايدك ايدك عن دمي. لسه ضغطي. لك شباب اخذتها؟ يعني فكرت حالك ربحت ختم؟ بدك ترجع لعندي لانه الختم الثاني موجود عندي. شو رايك؟ تفضل استاذ عبود. انا من طرف الثلاثة الجاي. من طرف الاستاذ نزار. الثلاثة الجاي. بسلم عليك الاستاذ نزار. صارت الساعة 12:30 الثلاثة الجاي. الله يخليك يا استاذ، خلي لك اولادك، انا من طرف الاستاذ نزار اللي بالديوان. لك العمى بقلبك شو عينك بارحة؟ وإذا بعتك الاستاذ نزار يعني؟ شي بيهوي منك ومنه؟ بتروح بتقول له الاستاذ نزار انه الاستاذ عبود ما رضي. ليش؟ لانه صارت الساعه 12:30 يعني للثلاثة الجاي. سمعت ولا عد لك اياها؟ ايه سمعت. ها تاري مالك اطراش. ما قلنا غير سياسه شد الاحزمه واعلان التقشف الى اجل غير مسمى. ماما ما معنى سياسه شد الاحزمه؟ يعني البني ادم بس يشد الاقشاط على بطنه ببطل ياكل كثير. شو هالحكي؟ عم تحكي مثل هي اللي قالت له الفرنساوية إذا ما لقيتوا خبز تاكلوه كلوا جاتو. هدول أولادي فلزة كبدي هدول. أنا مستحيل شوع أولادي مشان شد أحزمة أنا. إيه هذا مو جوع، هذا ريجيم. الريجيم طوعي، الجوع إجباري، وأنا ما بدي أجبر أولادي على شيء. من جوع مؤقتاً لبين ما نطلع من هالمأزق. جمانة لا تحكي لي كأنك بالبرلمان. هدول أولادي فلزة أكبادي هدول. بعرف إنه أولادك بس ولادك لازم يوقفوا معك بساعة الشدة. لك شو مانا؟ ليش تحكي انه راتبي وراتبك بكفوا حتى لو عملنا تقشف نحنا؟ من يوم يومك من قبل ما تبدأ ازمتنا المالية
كان راتبك يا دوب يكفيكي لحالك مكياج ومسكرة وحمرة ومن هذا اللي بتبخيه وبيفوت من خاري وبعطس كل ما رششتي هيك على راسك. على فكرة راتبي وراتبك لمعلوماتك حتى لو صمدناهن وما صرفنا منهم ولا فرنك ما رح يكفونا، بدنا سنة لحتى نقدر نسدد. المزوة انت نزلها. شو بدك تعمل لكان هلا؟ معناتها ما في قدامي غير اشتغل على تاكسي جديدة ورديتين. بكره بتلعس مثل هذيك المرة. احكي منيح ولا؟ احكي منيح، عم تحكي مع ابوك انت. بابا بكره بتنعس مثل هذيك المرة بعد اذنك. لا لا تخاف، وقت بحس اني نعسان بصف على اليمين بكسر ناعوستي وبعدين بكمل. ما فيك تقوم بالحمل لحالك، شو هالحكي؟ لازم نساعدك باعطاء دروس خصوصية. حاجة شو منا؟ هلا فيني وانت عم تقولي لي دروس خصوصية؟ لقينا حدا نعطيه دروس خصوصية وما قمنا بإعطائه. أنا من اليوم رح بلش حط خبر عند معارفنا. لك بتحطي ما بتحطي ما بتفرق معي إن حطيتي ولا ما حطيتي، إن شاء الله يحطوا حطابي قدامي بلكي برتاح منكم أنا. أبي أنا عندي فكرة. شو هي؟ شو رأيك ساعدك وشيل عنك كتف؟ أنت خليك برات الضربة، هذيك المرة إجيت تساعدني وتشيل عني كتف كسرت لي ظهري كله، بدك تكمل علي أنت بابا؟ لا بابا لا، هالمرة غير شكل، أنت بتكون قاعد جنبي بالسيارة، بين ما تكسر ناعوستك أنا بسوقها. إي لا، أنت إذا بدك تساعدني اكتب لي الملخصات. الراشيتات. ملخصات، لا تعيد هاي الكلمة. الراشيتات؟ لك لا تعيد عم قلك، فهمت ملخصات أي اسمها. الراشيتات. لك ما عم تفهم أنت، لا تعيد عم قلك. خلاص خلاص ما عاد تقول راشيتات. حاجة بقى سعيد؟ هربت له نقرته، الكل بيعرف انك عم تكتب راشتات. ما قلت راشتات، قلتها، رجعت قلتها، قلت لك لا تقولها، بعتذر على الاولانية. بدك تنجح دروس. بدك تنجح دروس، ليش شايفي عندي وقت لا ادرس وما عم بدرس، لك عم عاي ما عم لاقي انا. ايه معناها لا تقدم، اترك هالسوسة بقى. لا يا جمانة، هلا العلم صار سوسة؟ ايه يا علم هاد. ايه، صغيرة عم يبكي. صار لك كذا سنة عم تقدمها وعم تسقط. وانت السادة يا زنبوعة بيت الأبريقي، أنا من يوم ما تعرفت عليك وقعت بحبك وأنا عم بسقط. ما عاد نجحت، بس مو أنا اللي عم بسقط، بس الشباب كلهم عم يسقطوا. عم تسقطوا بابا ولا ما عم تسقطوا؟ عم نسقط. مبسوطين؟ ما أنا مبسوطين، أنتوا عم نسقط، عم تقولوها بصوت عالي كمان. الشباب اللي مخهم مثل الورقة البيضة عم يسقطوا، شلون أنا اللي راسي مليان هم، شلون بدي أنجح أنا؟ أبي؟ إيه. على أيامكم ما كانوا يكتبوا راشيتات؟ ان شاء الله يطلع فنجانك احلى من فنجان امبارح، وان شاء الله ما تطلع الغمامه السوداء. ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغلا. شو يا درينا صرت مختص بتكسير السيارات كانه. اي ما رح تلاقي. شمتاني ما؟ لا مالي شمتاني، بس الواحد شغله مو شغلته ما بيشتغلها. قال اللي بيشتغل كار غير كارو بقل مقداره. البرغوت قال للبقى ولي على الشرشوح إذا ترق. لك أنا قاعد بالبيت ونايب أمان الله وصاففها على اليمين، إجوا خبطوا لي إياها، شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي؟ مضبوط، مو ذنبك، مسكين أنت، ذنبك أنت؟ طبعاً مو ذنبك، أصلاً الله يعيننا على هالفحوط السواقة، عم قل لك بمرقوا لك ناس بهالفحط السواقة، شيء بكب وبيعمي، ناس بروس وناس بلا روس، من ورا الطروش بيجوا لورا المروش. لك لانه بيجيك واحد عدم المؤاخذه بفت له قرشين بيسلموه شهاده سواقه، لا وبعدها شو بيسلموه سياره. اصلا مو دابحنا غير ظاهره الرشوه بهالبلد. لا انا ما ام ظاهره، صدقني اخي سعيد انا ما ام ظاهره، انا ما عم اقول ظاهره، انا عم اقول مو ظاهره، عم اقول حاله فرديه، فرديه ايه بتقوم فيها بعض النفوس المريضه، مريضه اخي سعيد، وهي المسؤولين اذا دريوا فيها طبعا بقص روسهم لهدول المرتشين الملاعين الرذال اللي عم يرتشوا، طبعا المسؤولين ما بيهون عليهم هيك شيء، اكيد طبيعي هذا الشيء، وهذه الظاهره كلها بتشكل يمكن 1% من الجهاز الاداري. روي روي روي، يعني مفكر انت انه المسؤولين ما بيعرفوا؟ طبعا المسؤولين ما بيعرفوا، مساكين المسؤولين، شو كم عين لهم؟ كم عين لهم؟ شو بدهم يشوفوا لحتى يشوفوا المسؤولين؟ استاذ سهيل، امبارح كان حكيك غير شكل، ليش عم تغير اقوالك؟ اكتشفت يا اخي، اكتشفت الحقيقة، اكتشفت اني انا اني انا على غلط انا، ومثل ما بيقول المثل، يعني عدم المؤاخذة اللي بيكتشف غلطه وبيصلحه وبيعترف فيه، ذنبه مغفور.
ماشي الحال، انا لازم امشي. وين وين وين؟ لك شبك واعد صاحب التاكسي بعد الظهر وما بقدر اتاخر عليه. اذا وبشو بدك تفوتها هالمره؟ بعمود كهربا ولا بسيارة زبالة؟ افتكار بلا تقريقها، مالي فاضي لك؟ تعا تعا خد اجازة تعا. منيح اللي اقتنعتي اخيرا. شو بدنا نعمل؟ اللي ما بيجي معك روح معه. تعا معه. انا هيك بدي اقولها، اخو مرائي شي. لا ما في خواص، طول عمرك يا عود في براسك هالزبيبة. الله معك، هدي على الطريق مشان الحوادث. الله معك يا معلم. حرام مسكين، الله يعينه. لا مسكين ولا بطيخ، كل هذا اللي عم يصيبه غضب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لك يا سهيل، شو عامل لحتى يغضب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شو عامل؟ الله أعلم قديش في ناس متأذية بسببه. لا لا، مو لهالدرجة، حرام عليك، مو لهالدرجة. بلا لهالدرجة، لهالدرجة ونص. ما شفت شلون حاول يزلقني بالحكي؟ بده يترجع. استاذ عبود مسك الطلب، هذا الاستاذ حبيب اخو مرتي، سمع انه في مناقصه فحب يشترك. ايه عفوا استاذ عاصم، يعني بس تقديم الطلبات يوم الثلاثاء. انا معلش، انا كل ايام الاسبوع مسمح لي. يا استاذ ما بصير، هذا قرار مدير عام، يعني استثناءات ما في. حبيب الله على برا، خليني اتفاهم. شو استاذ عاصم عم تهددني؟ لك انو تهديد استاذ عبود، اسمعني شوي. يا استاذ شو بدي اسمعك، شو بدي اسمعك؟ تقديم الطلبات يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ولا ما بصير بدون محسوبيات؟ يعني هلا انت بتعزني ولا ما بتعزني؟ بعزك شلون ما بعزك، بس الشغل شغل يا استاذ. وانا معك، بس اسمعني، هذا اخو مرتي هلا بيروح بخبرها باللي صار، ما بدي تعرف مرتي اني مالي كلمه بالدائره. استاذ عاصم لا تدخل مشاكل بيتك بالدائره، يا اخي شو دخل مرتك بالنص؟ انت خذ منه الطلب هلا واعطيني اياه بعدين، وانا بقدم لك اياه يوم الثلاثاء، بس مشان ماء الوجه. اذا هيك معلش دخله. رح صيح عليك شوي، لا تزعل. لا ما بزعل. يا حبيب يا حبيب اتفضل. مشي الحال، العمى ما بتيجوا غير بالعصاي، قلت لك بالاول بالمنيح خده، يعني خده. استاذ عاصم انا اسف، خلص هاي الغلطه ما عاد تتكرر. تفضل استاذ حبيب. الله معك، سلم لي على حماتي. انا المدير هون، وانا اللي بقول الثلاثه، وانا اللي بقول الاربعه، ما بدي حدا يقول لي لا، فهمتوا لما لا؟ استاذ عاصم حبيب راح. اعطيني بوسه لك واعطيني هالطلب، اقدم لك اياه يوم الثلاثاء. مديرنا في وشي، بس هيك مديرية بدها هيك مدير.